السلام عليكم. إذا لكل من يسأل على صفحتي في الفيسبوك، هي تحمل عنوان القناة فرنسية لمن يرغب. إذا مع باك 2015 شعبة أدب وفلسفة. تكست هيستوري كوم توجور. لي فيزي دو لار بمعنى لي فيزي ستادير أسلحة. هناك من يقول أن أسلحة هي فقط آر، ولكن المعنى المقصود هنا بمعنى أسلحة الفن. لار بمعنى الفن. On n'a pas assez évoqué. إذا لدينا كلمة assez بمعنى كفاية. Évoqué تطرقنا. إذا on n'a pas assez évoqué كما تعرفون. On c'est un pronom indéfini غير معرف. يحمل معنى nous ولكنه يصرف على أساس il. دونك هنايا في الكونجيزون عندك كونجيزون تاع إيل، وهنايا في المعنى عنده المعنى تاع نحن صاي، وهنايا لو او ان هو برونو انديفيني. انديفيني بمعنى غير معرف. عندما اقول برونو انديفيني بمعنى مثل ما نقول بالعربية قالوا لي، من قال لك مبني للمجهول. اذا هنايا لو او ان كي شغل راه مبني للمجهول، لا نعرف هذا او ان على من يعود، ولكن يمكن معرفة او ان على من يعود من خلال سياق الكلام. لذلك في بعض الاحيان نجد في النص يقول لك على الاو ان على من يعود، الضمير او ان على من يعود. من خلال النص نفهم على من يعود الاو ان. On n'a pas assez évoqué la contribution. Contribution بمعنى مشاركة. هنا راهي عندنا nominalisation لأن الفعل contribuer بمعنى شاركة. إذا لدينا contribuer وعندنا contribution des artistes الفنانين et homme de lettres. هنا homme de lettres بمعنى الأدب. Algérien جزائريين pour leur participation. هنا leur على من تعود، هذا الضامر على من يعود. دائما هذا لوغ يعود على حاجة بلوريال، على اسم بلوريال بمعنى جمع. من تعاود تولي هنا للوراء، من هنا تعاود تولي للوراء تبحث على الجمع على بلوريال. اذا غادي تلقى هنايا عندنا لي زارتيست بلوس لي زوم دو ليتر. اذا هنايا هذا لوغ يعود لنا على لي زارتيست اي اوم دو ليتر. دونك هنايا لوغ هذا دائما يعود على جمع، يعود على اسم فيه جمع بلوريال. دونك اون لي زارتيست اي لي زوم دو ليتر. هذه علاه راني نهضر عليها لانه يمكن يكون في الاسئله على من يعود لوغ. دونك لوغ بارتيسيباسيون اي سوتيان دعم à la guerre de libération nationale, les حرب التحرير الوطنية. إذا الفكرة الأساسية الأولى هي le rôle primordial بمعنى الدور الأساسي أو المهم أو الجوهري جوي الذي لعبته أو الذي لعبه les artistes dans la guerre de libération nationale في حرب التحرير الوطنية. إذا هنا الأفكار الأساسية راني خرجت فيها باه نديرو لو كونت روندي أوبجيكتيف. dans leur engagement. إذا هنا يعني كلمة leur هذا البرونون تاني يعود على لي زارتيست اي اوم دو ليتر يتبع الفكرة. engagement بمعنى التحاق pour la cause nationale. la cause nationale بمعنى القضية الجزائرية. هنا engagement عندنا في الالجيريان فرونسي الجيريان عندنا كلمة جاجة ولا جاجت ولا جاجو. دونك هنا نزعو لها هذه الان في لا لونغ تاعنا لا لونغ بارلي تاعنا. pour la cause nationale c'est-à-dire القضية الجزائرية. هنا لا كوز بمعنى القضية. عالم عاشي musicien موسيقار اي شانتور مغني في فيغور دو برو. هنا هما شرحوا هنا بانه كان من الاوائل، هذه الاكسبريسيون تعني كان من الاوائل.
سيت أنسيان مارين، هذا مارين بمعنى بحري أو بحار. أنسيان بمعنى قديم. سيت أنسيان مارين دوفوني، أصبح لوتيغ دو أنغام الجزائر. هنايا لوتيغ لا يقصد بها كاتب، ولكن كلمة أوتيغ هي فاعل بمعنى يقوم بعمل، مثلا رسام إذا كان رسم رسم نقول بأنه هو لوتيغ تاع هذاك الرسم. إذا لوتيغ دو أنغام الجزائر في أساسيني، دونك هنايا في سي لو فيرب إتر راه في الباسي سامبل. هنايا في أساسيني هذه لا فوا سي لا فوا باسيف، في أساسيني بمعنى قتيلة قتيلة. بار لي ميليتير من طرف العسكريين، اي سون كور جسده. بوندو بوندو بمعنى علق. avec deux de ses compagnons، مع اثنين من رفاقه. compagnon بمعنى رفاقه. à un platane centenaire de la place du Tertre. إذا ملاحظة هنا فقط، يمكننا أن نستغني عن فكرة أساسية لهذه الفقرة ونجملها مع هذه الفكرة مع هذه الفقرة. بمعنى آخر، ليس من المفروض علينا أن نضع فكرة لكل فقرة، يمكننا أن نضع فكرتين لفقرة واحدة، ويمكننا أن نجمع بين الفقرة الثانية والفقرة الثالثة إذا اتحد الموضوع، زائد حتى لا نتجاوز 5 أفكار رئيسية. من المفروض أن لا نتجاوز 5 أفكار رئيسية أساسية لكل للكونت روندي. عندما نقرأ هذه الفقرة سوف نجدها ترتبط في الأفكار مع التي سبقتها. إذا هنا لو مارتير بمعنى شهيد، الكتاب ديزيكريفا، رضا حوحو، مولود فرعون. تو دو اكزيكوتي بمعنى الاثنين، اكزيكوتي بمعنى نفذت عليهم عقوبة الإعدام، اكزيكوتي بمعنى نفذ عليه عقوبة الإعدام. إذا هذه الكلمة اكزيكوتي دائما تتردد في التكست السوري، ولقد وضحت مجموعة من المفردات التي تتكرر في صفحتي في الفيسبوك. إليستر بمعنى يوضح. أوسي كذلك دون مانيير تغيبل، مانيير تغيبل بمعنى مانيير طريقة مرعبة. لو ديستان المصير. كومان المشترك des artistes et auteurs avec les combattants de la liberté. إذن هنالك مصير مشترك بين الفنانين وبين المحاربين. les combattants بمعنى محارب. dans les rangs في صفوف الأفلام. pardon. même s'il n'était pas engagé. même si. إذن هذه même si شفناها في باك 2018، elle exprime l'opposition. بمعنى articulateur qui exprime l'opposition. عادة في بكالوريات، في بكالوريا وخاصة في التكست هيستوريك وكذلك في التكست في لي زوتر سوا ارغيومونتاتيف سوا ابل، نجد لي زارتيكولاتور دوبوزيسيون كثيرا ما يتم طرح سؤال عليها، لأنها مفروضة في البرنامج، مقررة في البرنامج. même s'il n'était pas engagé dans les rangs du FLN. إذن هنا il avec S تعود على les artistes بمعنى حتى ولو هادو les artistes ليسوا ملتحقين engagé في صفوف ال FLN، في صفوف الجيش جبهة التحرير الوطني. F c'est front، إذن front de libération nationale et de LLN، هنا ال A c'est-à-dire armée، جيش تحرير الوطن. leurs expressions، إذا هنا leur تعود على les artistes بمعنى leurs expressions تعابيرهم كتاباتهم. sinon sinon بمعنى حتى. leur existence وجودهم. même donc sinon leur existence même suffisait suffisait بمعنى يكفي à en faire des victimes.
إذا سوفيزي أنفير دي فيكتيم، هذا الأن على من يعود؟ إذا هنا سوفيزي تكفي أفير دو سيز أرتيست دي فيكتيم. إذا هنايا لو أن تعود على لي زارتيست بمعنى سوفيزي تكفي أن تجعل من الفنانين دي فيكتيم ضحايا، لأننا نعلم كما وضحت في فيديو سابق بأن الأو أن دائما يعود على دو بلوس أن نو. هنايا أنا أعدتها لحالتها الأصلية، حذفت هنايا الأو أن ووضعت ما يمكن تعويضه، يمكن تعويضها ب دو سيز أرتيست. إذا حتى تعبيرهم فقط وحتى وجودهم يمكن أن يجعل منهم ضحايا، يجعل من هؤلاء ليزارتيست ضحايا. دي فيكتيم دو شوا بور لي باراشوتيست تورسيونير. إذا هنا باراشوتيست تورسيونير بمعنى أصحاب المروحيات أو الجيش التابع للجيش الفرنسي. تورسيونير بمعنى لديهم طرق تعذيبية. أو لي ماليس دي زولترا دو لاجيري فرانسيز. إذا ماليس بمعنى تعذيب أيضا. دي زولترا، أولترا بمعنى الجيش أو بارا أرمي بمعنى جيش تابع للجيش الفرنسي بالجزائر. دمام كذلك محمد طاوري كوميديا اي غران كوميك، كوميديا بمعنى فكاهي، غران كوميك لا ميم شوز. في امبورتي، اذا هنا في سي لو فيرب اتر في الباسي سامبل، امبورتي بمعنى تم حمله. par les séquelles des tortures qu'il avait subies. إذا هنا هذه إيل تعود على محمد طاوري. il avait subi بمعنى تلقاها، خضع لها. le verbe c'est subir. durant أثناء son emprisonnement بمعنى سجن. la grande cantatrice Farilet Ziria. إذا cantatrice بمعنى غناء، تغني غناء كلاسيكي، تعرفون فضيلة الديرية. أكوني لي جول دو سلقاجي، لي جول بمعنى قضبان، دو سلقاجي بوغ افواغ ايتي اجون دو ليزون. اذا هنا اجون بمعنى عامل ربط، ليزون اي كوليكتريس دو فون ومنسقة موارد. إذا هنا لا يمكننا وضع مثلا نتائج مشاركة الفنانين في الحرب، لأن كلمة نتائج هي كلمة بسيطة. نتائج يمكن أن تكون سلبية كما يمكن أن تكون سلبية جدا، لا نعلم ما مدى بشاعة الموقف، لذلك يجب استعمال كلمات تعبر على مدى ردة فعل القاسية لفرنسا اتجاه هذا العمل السلمي الذي قام به الجزائريون أو رجال الفن ورجال الأدب الجزائريين. إذا هنا la réaction، ردة الفعل الوحشية فيروس et terrible المرعبة de la France لفرنسا face بمواجهة les expressions التعابير السلمية paisible. إذا من كلمة pay بمعنى paisible سلمية. des artistes algériens contre le colonialisme ضد الاستعمار. إذا كانت هنالك رد عنيف اتجاه تعابير سلمية. d'une manière ou d'une autre بطريقة أو بأخرى. funeste dure ou sournoise. فينيس بمعنى خطير، دونجورو، مضر. دور بمعنى قاس. سورنواز بمعنى متملق. tous les artistes et intellectuels algériens eurent mal à partir avec la police ou l'armée coloniale.
إذا هنا هذه الكلمات، هذه الكلمات سورنواز، دور، فيناس، يمكن اعتبارها موداليزاتور. لماذا يمكن اعتبارها موداليزاتور؟ لأنها تبين وجهة نظر الكاتب. أنا عندما أقول عن شيء أنه قاسي وخطير وغير ذلك، إذا أنا أبين وجهة النظر تاعي. إذا قلت هذا كتاب يحمل 105 باج، 105 صفحة، يحتوي 105 من الصفحات، إذا هذه جملة لا تحمل ذاتية، فيها موضوعية، لا يوجد فيها رأي الكاتب، لأنني تكلمت عن الكتاب بطريقة موضوعية. إذا قلت أن هذا الكتاب نافع، كلمة نافع هي موداليزاتور، تبين وجهة نظر الكاتب. إذا هنا في هذا النص بطبيعة الحال يمكن اعتبار أن الكاتب موجود في النص، وهذا الديسكور الذي موجود هنا هو ديسكور سوبجكتيف. سوبجكتيف بمعنى يوجد الذاتية. متى نستعمل لموداليزاتور؟ نستعملها عندما يقول لك هل الكاتب حاضر، تقول نعم، برر ذلك في هذه جوستيفي، دونك استعمل لموداليزاتور. دونك هنايا تو لي زارتيست، جميع الفنانين اي انتلكتيال مثقفين الجزائريين رايا بارتير افيك لا بوليس، اذا كانوا دائما الخصام مع الشرطه و لارمي كولونيال الجيش الاستعماري، لي سيرفيس خدمات دو رونسينيومون الاستعلامات، خدمات للاستعلام، كومونسير تو ا سانتيريسي ا سي فوا دو لارجيري. اذا كومونسير بمعنى بدات. لدينا كلمه هنا تو بمعنى مبكرا، لدينا الجمله المعروفه تو او تاغ، مبكرا او عاجلا ام اجلا، تو او تاغ، عاجلا ام اجلا. دونك هنايا تو ا سانتيريسي، سانتيريسي بمعنى تهتم، ا سي فوا دو لالجيري، دونك هنايا صوت الجزائر. صوت الجزائر سيتادير شكون؟ سيتادير هنايا لي زانتيليكتيال اي لي زارتيست، لانهم لان المثقفين والفنانين هم من يحملون صوت الجزائر او صوت البلاد التي يتكلمون عنها او ينتمون اليها. دون ان كونتكست هيستوريك، كونتكست بمعنى محيط، كونتكست هيستوريك تاريخي، فوندي بمعنى تاسس، سور اون نيغاسيون، نيغاسيون بمعنى نفي، دو لا كولتور الجيريان، للثقافة الجزائرية. إذا هذه لافوا كانت في وسط محيط، كان يريد طمس الهوية الجزائرية. لو شيرشور الباحث، لو شيرشور بمعنى باحث، أحمد دلاي أفي إكزومي بمعنى فحص، أنسي لي فيش مذكرات لابوليس الشرطة، كونسيرنون فيما يتعلق، كونسيرني بمعنى يتعلق، دو الشيخ العنقا، اي داتي تؤرخ الى 1939. اذا هنا كلمة داتي على من تعود؟ اولا لدينا هذه داتي التي امامنا الان، هي كلمة في ميناء مؤنث وجمع، عندنا هذا الأ في ميناء بلس هنا الاس جمع. إذا عندما نعود إلى الوراء سوف نجد كلمة لي فيش هنايا جمع ومؤنث، إذا هنايا داتي تعود على لي فيش. ولو عدنا إلى الوراء حتى لهنايا غادي نلقاو غير هذه كلمة لي فيش تناسب هذه داتي، لأن الكلمة عندما نقول على من تعود هنايا داتي تعود على لي فيش. لماذا؟ لأن لي فيش هي مؤنث وهذه داتي مؤنث، لي فيش جمع وهذه جمع، وبالتالي فهي تعود عليه. إذا هناك فكرة أساسية يمكننا القول، لارمي كولونيال بمعنى الجيش الاستعماري، اون بخي كونسيونس لقد وعى دو لامبورتونس لأهمية الفن،
dans la lutte algérienne qui fait Algérie contre la France. فيلياتور بمعنى رابطة. يوجد رابطة خصوصا نقول رابطة بين الأب والابن عادة. ليان أيضا علاقة أو رباط. avec les milieux nationalistes. علاقة مع الميليو أمكنة. nationaliste وطنية. occupation انشغالات أو عمل، يمكن أن نقول عمل. relation علاقات. personnel علاقات شخصية. to the past. إذن هنا لدينا هذا الإيغريك على من يعود؟ قلنا دائما بأن الإيغريك يعود على مكان، نقول a plus un lieu. إذن هنا عندما نعود إلى الخلف إلى الوراء، ما هو المكان الذي نجده؟ سوف نجد هنا لي ميليو ناسيوناليست. إذن أصل الجملة ما هو؟ لدينا تو إيغريك باس. دونك هنا عندما نحذف هذا الإيغريك يصبح لدينا تو باسي أو ميليو ناسيوناليست. إذا هذا الـ A U X ما هو سوى A plus L؟ كما تعلمون هذا سيتم بخونو كونتراكتي. كونتراكتي بمعنى شغل لصقو هادو وعطاونا هذا، هذه هي كونتراكتي. لأن في الفرنسية لا نجد A L، نجد O. إذا هنا لو Y كما قلنا دائما يعود على A plus un lieu، عادة 90% باللي يعود على lieu إلا في حالات خاصة. N'oublions pas. لا ننسى. N'oublions pas. Le verbe هنايا سي oublier. Verbe du premier groupe. Que parmi بمعنى بين. Les premières mesures. الإجراءات الأولية. مش الأولية، الأولى. لأن أولية هي priority. Donc, il n'y a que parmi les premières mesures de l'autorité militaire, l'autorité بمعنى السلطة العسكرية militaire française, الفرنسية vers نحو 1838 figurer بمعنى تظهر. L'interdiction منع théâtre مسرح لو تياتر دو ماريونيت. ماريونيت بمعنى هذوك على رئيس الجاراغوس تاع مصر تاع المصريين. اذا هنايا مسارح لي ماريونيت. كونسيديري اعتبرها كوم سوبفيرسيف بمعنى تطرف. الاستعمار الفرنسي اعتبر هذا المسرح مثل تطرف. لو كولونياليزم الاستعمار افي اوتمون بمعنى عالي جدا. conscience لقد كان لديه وعي كبير جدا. دونك هنا conscience بمعنى وعي. du danger خطر. que représenter الذي تمثله. pour lui lui هنا راه تعود على colonialism تمثله. دونك représenter pour lui l'art et la culture الفن والثقافة. إذن الفكرة العامة للكولونياليزم بمعنى الاستعمار. انتردي منع توت مانيفستاسيون كل مظاهر. الفن لاغ اي لا كولتور. كيلكو سوا مهما. سوا هنا كانت. دونك سوا سي لو فيرب اتر سبجونكتيف. leur degré leur هنا تعود دائما على لي زارتيست. leur degré درجة implication تدخلهم. dans le combat libérateur حرب التحرير. la plupart معظم أو مجمل.
les artistes, معظم les artistes et écrivains. Donc, هنا quel que soit leur degré. هنا هذه leur أصلا شغل سبقت الذي تعود عليه. الذي تعود عليه تعود على les artistes et les écrivains. Donc, هنا هو بدأ مهما كانت درجة تدخلهم الفنانين والكتاب. دونك هنايا بعاود بدا يتكلم عليهم في شغل هنايا هذا الضمير سبقهم. فيزي فيزي دو لاليزيون. اذا هنايا فيغ لاليزيون هي اكسبريسيون هو تعبير بمعنى لماحة. فيغ لاليزيون هنايا اليزيون بمعنى لماحة. فيزي دو لاليزيون اي دو سيمبول. سيمبول بمعنى الرمز. استعمال الرموز والتلميح. une arme efficace كسلاح. efficace بمعنى فعال. contre ضد la censure. la censure بمعنى الرقابة لأن أي فيلم أو أي منتوج فني أو أدبي يخضع إلى الرقابة يا إما يخلوه يطبع وينشر أو ينشر في التلفاز أو إما يديروا له لا سونسور. لا سونسور بمعنى يحبسوه ما ينشرش يمنعوه من انه ينشر. لا سونسور كولونيال اذا الرقابه الاستعماريه. انسي كذلك بروموفوار بمعنى نشر او دعم او ترويج. اذا بروموفوار بمعنى ترويج للهويه ليدونتيتي كولتوريل الهويه الثقافيه دو بي للبلد. constitué شكلت un enjeu. enjeu بمعنى هدف. استراتيجي إذا الفكرة العامة يمكن القول les enjeux بمعنى الأهداف الاستراتيجية des artistes للفنانين et écrivains algériens الكتاب الجزائريين ديرون أثناء la période coloniale أثناء الفترة الاستعمارية. en créant إذا هنا جيرونديف رعنا جيرونديف le en plus participe présent le verbe c'est créer بمعنى خلق أو صنع أو en 1958 sa troupe artistique sa troupe بمعنى فرقة artistique فنية من le FLN. دونك هنايا هذا صا العلم من يعود على الأثلا. اون كريون 1958 سا تروب ارتستيك اذا هنايا سا تروب بمعنى فرقته الفنيه. لو اف ال ان جبهه التحرير الوطني. ركونيسي احترفت. دو مانيير مانيفيست مانيير طريقه. مانيفيست بمعنى ظاهره باينه كما نقولوا. par exemple كاين سؤال est-ce que هذه قلتها ونعاودها est-ce que l'auteur se manifeste-t-il dans ce se manifeste-t-il dans son discours. هذا السؤال شنو راه يقول لك؟ راه يقول لك هل الكاتب يظهر في son discours في النص تاعه. دونك هنا كلمة manifest بمعنى يظهر. هنايا هذا السؤال بمعنى راه يقول لك اسكو لوتر راه بريزون ولا ما راهش بريزون. اذا لا كان هنا راه بريزون دير له لي موداليزاتور ودير له لي برونون كيما جو ونو. الايل والال ما راهمش لي برونون لي يعبروا على لا بريزونس دو لوتر. هذه جامي تحطوها ايل وال ما عندها حتى علاقه بلا بريزونس دو لوتر. فقط هذه ملاحظه جانبيه. اذا دو مانيير مانيفيست بطريقه ظاهره او باينه ظاهرة للعيان. كو لا كونتريبيسيون مشاركة هذه كلمة قلناها هضرنا عليها دي زارتيست مشاركة الفنانين الانديبوندونس استقلال الوطني. ريزيدي بمعنى تكمن. جوستومون بالضبط دون لور ار. اذا هنايا لور تعود على لي زارتيست. leur plume بمعنى الريشة تاعهم. إذا هنا ما راه يقول الريشة سيتادير الكاتب. leur كاميرا بمعنى مصور لأن المصور هو الذي يحمل الكاميرا. leur guitar بمعنى موسيقار.
لأن الموسيقار يحذف لوغ بانسون بمعنى الرسام لأنه ريشة الرسم هذه لوغ دونك هنا بانسون تعاودت سيتي لوغ فيزي كانت هي أسلحتهم اي ils ont atteint leur cible il هنا راهي تعود على les artistes atteindre بمعنى أصابة إذا هنا السيبل هي مثل هذه التي نجدها في هذا هو السيبل بمعنى سم أصابع سيبل. إذا هنا ينتهي النص وشكرا للمتابعة.